هو طبعا شرف كبير لينا ان احنا ناخد بطولة زي دي، وبحب طبعا اشكر كابتن حمدي على المجهود الكبير جدا اللي هو عمله معانا، وطبعا كابتن ياسر صلاح وكابتن رانيا قبل ما تكون مدربة لينا طبعا كانت امنا، كانت اختنا الكبيرة، وكابتن بيبو وكابتن ايمن وكابتن ايهاب طبعا، فبحب اشكرهم كلهم واللعيبة كلهم برضو، كلنا الصراحة عملنا مجهود كبير قوي، بس فمبروك علينا كلنا يعني. الف مبروك عليكم. بس تقولي بقى كلمة انت بقى يعني كابتن فريقنا. طبعا بشكر حضرتك الاول طبعا على استضافتنا، انا مبسوط جدا ان انا معاكم ومتابعتنا البرنامج على طول، قناه الاهلي متابعينا طول البطوله وكانت معانا دايما وفي الصاله، وبشكر طبعا الجهاز الفني واللعيبه، والحمد لله الف مبروك علينا والنادي الاهلي، وبشكر مجلس الاداره طبعا وعائلتي، واتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل في انجازات، وبشكر الجمهور اللي ساندنا يا رب دايما. كابتن بيبو، انا احب في الاول بشكر طبعا مجلس الاداره اللي هو سندنا ووفر لنا كل حاجة بالنسبة للبطولة، وطبعا ده شكر واجب علينا المجلس الإدارة. بشكر على وجه الخصوص كمان الكابتن محمود الخطيب ان هو شرفنا، وعايزين نقول ان هو مجرد احنا ما بنشوفه ده بيدينا دفع قوي جدا 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 جدا. وطبعا مش عايز اغفل ان انا عايز اشكر الكابتن رؤوف عبد القادر اللي هو مدير البطولة، بحيث ان هو عمل مجهود كبير جدا وده ساعدنا كتير، وبشكر اللجان اللي ساعدتنا في التنظيم، بشكر الناس دي كلها، لان دايما المكسب مش واحد بس اللي بيجيبه او لا، ده بيبقى تضافر كل الجهود مع بعض، فانا بشكر الناس كلها اللي ساعدتنا في البطوله الحمد لله. ان شاء الله دايما كده في انتصارات. كابتن حمدي انت معاك المايك، انت اللي شغال مايك كابتن حمدي شغال. اوكي الحقيقه طبعا في الاول طبعا بشكر منظومه الاهلي كلها ابتداء من مجلس اداره النادي اللي حطوا ثقته في الفريق وكان داعم جدا للفريق طول السيزون، من اول بطوله عربيه لبطوله افريقيه، وفر لنا معسكر خارجي كان قوي جدا وكان ساهم بشكل كبير ان الفريق يظهر بالصوره المشرفه ديت. بشكر جمهور النادي الاهلي، يعني نادي عنده منظومه زي دي، مجلس اداره واداره نشاط رياضي وجمهور زي ده لازم يحقق الانجازات ديت. بشكر لعيبتي طبعا وجهاز الفني، كان عنده حسن الظن ووعدوني السنه اللي فاتت ان هم هيرجعوا البطوله، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نرجعها. ان شاء الله دايما كده في البطوله يا كابتن، انتوا اصلا رافعين من راس النادي، النادي الاهلي اصلا كبير كمان. If you want to say something, if you want, hey. I want to say thank you all people who support us. It's very important for us, and of course thank you all my team. We are the best team. Thank you. Okay, بتشكر كل الناس اللي كانت بتدعمنا وبتشجعنا، وبتشكر طبعا الفريق. وبس انا احب اشكر الفريق، انا شرف ليا ان انا كنت جزء من الفريق ده، واشكر لحضرتك طبعا استضافتك لينا النهارده والنادي الاهلي. ميرسي لحضرتك والله، وللنادي الاهلي طبعا على كل حاجه، تنظيم البطوله وكل حاجه، وللجماهير اللي جت تدعمنا، وقبل اي حاجه الاهلي طبعا عشان خاطر هم اللي وقفوا معايا لغايه دلوقتي. يعني الف الف مليون مبروك للمره المليون لهذا الفريق الكبير، فريق الكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي، ودايما في انتصارات ودايما في انجازات. نقطع التورته بقى ونختم مع حضراتكم. اتفضل يا كابتن حمدي، اتفضلوا السكينه اهي. يلا يلا كابتن ناهي، خدوها. بخاف من الستات لما بتمسك السكاكين، بس ماشي، قربي قربي. يلا مبادئ والزي